صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم من دبي المدينة المبهرة اللي ما زالت تستضيف فعاليات معرض إكسبو 2020. أعزائي المستمعين وين ما كنتوا، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. بداية يسرني أني أرحب بفريق العمل من إذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة، بتكون معنا زميلتنا إسراء الهاشمي، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا محمد عدنان. ولكم مني أعزائي المستمعين أطيب التحيات، محدثتكم آمنة العلي وبكون معاكم خلال هذه الساعة. صحة وسعادة. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، في حلقتنا لليوم بنتكلم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وفقرتنا الأولى لليوم بنتكلم فيها عن التعاون المثمر بين هيئة الصحة بدبي وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بمناسبة اليوم العالمي للكلى. وفي فقرتنا الأخيرة اليوم بنتكلم عن الخدمات والرعاية اللي توفرها هيئة الصحة بدبي في مستشفى دبي لمرضى الكلى مع الدكتورة سيمة. خلوكم معانا خلال هذه الساعة عشان تستفيدون من المعلومات اللي بنطرحها في برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. خبرنا لليوم أعزائي المستمعين أو الدراسة تتكلم عن الأطعمة اللي تحارب الاكتئاب وتبقيك سعيدا، مثل ما يقول في هذه الدراسة. مثل ما نعرف أعزائي المستمعين، عادة ما يتم علاج الاكتئاب بالأدوية، ولكن ما نأكله يمكن أن يلعب أيضا دور في صحتنا العقلية. وعلى الرغم من الحاجة إلى المزيد من البحث، تظهر بعض الدراسات اللي تأكد أن الأنظمة الغذائية قد تمنع أو تقلل من حدة الاكتئاب. وتقول ليزا موسكوني من كلية طب وايل كورنير أن النظام الغذائي الصحيح قد يمنح الدماغ المزيد مما يحتاجه لتجنب الاكتئاب أو حتى لعلاجه بمجرد أن يبدأ. وهناك العديد من العوامل المختلفة اللي تساهم في الاكتئاب، بعضها خارج عن إرادتنا مثل علم الوراثة أو حدث صادم في الحياة، لكن الأطعمة اللي نختارها ونتناولها يمكن أن تلعب دور كبير في الاكتئاب. ولأن الأكل ممكن يأثر على بعض المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين اللي تساعد على تنظيم المزاج، ويتم إنتاج ما يقدر بنحو 95% من السيروتونين في الجهاز الهضمي، لذا فمن المنطقي أن ما ناكله يأثر على مزاجنا. ويعتقد في هذه الدراسة بأن النظام الغذائي المتوسطي فعال ضد محاربة الاكتئاب لأنه غني بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الخضروات الورقية والأسماك، بينما يقلل أيضا من الأطعمة المصنعة اللي يمكن أن تسبب الالتهاب. وبهذا أعزائي المستمعين، مثل ما تقول دراستنا لليوم، انتبهوا لأكلكم، لأن ممكن أن الأكل يؤدي أو يساهم في التخفيف من الاكتئاب. فإذا في أشخاص يسمعونا وحاسين أنهم مكتئبين، جربوا تغيرون نظامكم الغذائي، وبنشوف نجرب نغير النظام الغذائي ويمكن يمنحنا طاقة وحيوية وحتى يقلل من حدة الاكتئاب. أعزائي المستمعين، بعد خبرنا اليوم، بعد هذا الخبر والدراسة، بننتقل لفقرة السوشيال ميديا وللطاقة اللي تقدمها لنا كل يوم زميلتي أسمى الجناحي. صباح الخير أسمى.
صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلي كل المستمعين زحمة. أهلا فيك أسماء. أسماء حبينا نعرف منك مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي لليوم، أهم المتداول على الصفحات الصحية. من ضمن الأشياء اللي نحن مركزين عليها خلال هاي الفترة في قنوات التواصل الاجتماعي هي الصحة، هي المعلومات الخاصة بصحة الكلى وأيضا تبرعات الأعضاء، لأن هيئة الصحة مع شركائها تنظم حملة واسعة على مستوى إمارة دبي للتحدث عن مناسبة يوم العالمي للكلى واللي هو اليوم، وأتوقع حلقتنا اليوم في الإذاعة بتكون كلها عن الكلى. بالتأكيد. واللي أيضا من ضمن الإشارة طلعت أيضا كان هناك خبر من خلال الحساب الرسمي لمكتب إعلام حكومة دبي أن بمناسبة اليوم العالمي للكلى الذي يوافق 10 مارس صحة دبي تبدأ حملة موسعة للتوعية بأمراض وزراعة الكلى وأثر تبرع بالأعضاء في إنقاذ حياة المرضى. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها كنا حاطين نصيحة جميلة أن ماذا تعرف عن كليتيك؟ شو هي الوظائف الكلى وشو هي القواعد الذهبية أيضا للحفاظ على الكلى؟ ونتمنى من الجميع أن يتابعونا خلال شهر مارس للحصول على معلومات بتفيدهم وتقيهم من الكثير من الأمراض. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي هي يوم أمس كان يوم العالمي يعني مبلغ العامي كان من ضمن شهر القراءة اللي تحتفل فيه هيئة الصحة وأيضا الكثير من الجهات والمدارس والجامعات في دولة الإمارات هو شهر القراءة، وكان هناك يوم أمس جلسة حوارية مع الكاتب رائد برغاوي للحديث عن كتابه من يجرؤ على الحلم، وهذا أيضا تفاصيل كنا حاطينها في تغطية خاصة على حساب السناب شات وأيضا الانستغرام الخاص فيه صاحب البيت. أيضا ضمن الأشياء اللي قاعدين نحطها يصادف أيضا هذا الأسبوع هو الأسبوع الخليجي للتغذية، وقاعدين نحط مجموعة من النصائح التغذوية اللي هي مقدمة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، ونختمها بالرسالة الصباحية. ورسالتنا اليوم تقول نصيحة جدا مهمة، نتمنى الكل يسمعها عاد يركز. نقول نصيحتنا تقول اليوم: نحن انعكاس لمن نصاحب، فاحرص على مصاحبة من يجعلك تنظر إلى الحياة بمنظور إيجابي. الأشخاص اللي حولنا هم اللي يحددون أن نحن راح نكون يعني نظرتنا للأمور، لأن وجودنا مع في بيئة سواء كانت إيجابية سلبية أو بيئة مثلا يسمونهم توكسيك مليئة بالسموم بالإنجليزي، فهي أيضا لها انعكاس حتى على الشخص، حتى لو ما كان منتبه فيهم لكن بشكل تدريجي يتغير بدون ما يحس. لذلك نحن دائما نقول مهم جدا أن نحن نعرف الأشخاص اللي نحن نكون معاهم مدة طويلة، ونتأكد أنهم الأشخاص اللي نحن نتمنى أن نحن يعني نكون بنفس اللي نقول نفس الطاقة اللي موجودة عندهم. كنا مع ناس بريدين بنفسهم مثلهم، وهذا كله بطريقة نحن ما نحس فيها، وكل يصير طريقة تدريجية. نعم بالتأكيد. صح الجميع أن يختارون الأشخاص اللي يكونوا معاكم لأنك انعكاس لمن تصاحب. شكرا لك أسمع على هاي الرسالة الجميلة، وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله. نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك. أعزائي المستمعين، بعد الطاقة الجميلة اللي قدمتها لنا أسماء الجناحي في فقرة السوشيال ميديا، أحب أذكركم مثل ما أقولكم دائما: قطرة دم قادرة على إحياء حياة العديد من الأشخاص. أدعوكم دائما أعزائي المستمعين للتوجه للتبرع بالدم في مركز دبي للتبرع بالدم. إذا كنتم من الأشخاص اللي قادرين على التبرع بالدم تقدرون تتصلون على الرقم 8342 أو عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA app، وتأخذون موعد للتبرع بالدم. التبرع بالدم موجود من الساعة 8:30 أتوقع إلى الساعة 3:00 مساء. تقدرون أعزائي المستمعين تتأكدون من أيضا التوقيت، تأكدون إذا كنتوا أنتوا أشخاص مؤهلين للتبرع بالدم عن طريق قلت لكم الرقم 8342. لا تنسون بأن قطرة دم تقدر تنقذ حياة العديد من الأشخاص. أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل قصير، خلوكم معانا لأن بنتناول مواضيع شيقة بعد هذا الفاصل. صحة وسعادة
يا هلا ومرحبا فيكم من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-55-1414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. بتعاون مثمر وشراكة بناءة تحتفي هيئة الصحة بدبي وجامعة محمد براشد للطب والعلوم الصحية اليوم باليوم العالمي للكلى، ويأخذ هذا الاحتفاء هذا العام صبغة متميزة وينطلق لأهداف نوعية تسعى إلى تحقيقها كل من الهيئة والجامعة من خلال حملة تثقيفية وتوعوية موسعة تبدأ اليوم. وللوقوف على هذه التفاصيل والاحتفاء هذا العام وأهداف هذه الشراكة، يسعدنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذ نجود عبد العزيز، مدير أول إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في جامعة محمد براشد للطب والعلوم الصحية. صباح الخير أستاذ نجود. مرحبا أختي أمنا. هلا مرحبا. يا هلا فيك أستاذ نجود. طبعا للمرة الأولى يأخذ الاحتفاء باليوم العالمي للكلى هذا التعاون الجميل والقوي والمثمر بين هيئة الصحة بدبي وجامعة محمد براشد للطب والعلوم الصحية، فحبينا نعرف منك اليوم شو اللي دعاكم لهذه الشراكة الجميلة والمثمرة وخاصة في يوم الكلى؟ طبعا بداية أختي آمنة، نحن حابين نشكركم ونشكر فريق العمل عندكم على هذه الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء حقيقة على حملة الاحتفاء باليوم العالمي للكلى. وما يخفيك أختي بأن هيئة الصحة بدبي شريك مهم واستراتيجي للجامعة، واليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للكلى اللي وافق طبعا 10 مارس كل عام، هيئة الصحة أطلقت هاي الحملة بالتعاون مع الجامعة وشركائها اليوم الجامعة. نعم. مستشفى التخصصي للأطفال وميديكلك مستشفى المدينة، والحملة مثل ما تفضلتي جزاك الله خير أنها حملة تثقيفية وإرشادية واسعة تستهدف مش بس تنمية الوعي المجتمعي عن أمراض الكلى وتعزيز الفهم عنها، ولكن حتى تعزيز قيمة مفهوم التبرع بالأعضاء وأهميته لإنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي. ومثل ما تعرفين أختي آمنة، يعني أمراض الكلى تعد من الأمراض الصامتة اللي ممكن هي تشخيصها في مرحلة متأخرة، وهالشيء يؤدي إلى اللجوء لغسيل الكلى كحل وحيد في نهاية المطاف. وهني تكمن أهمية اليوم العالمي للكلى في زيادة الوعي بأهمية الكلى والحفاظ على صحته إلى جانب أهمية التبرع بالأعضاء. نعم بالتأكيد أستاذ نجود، لما لهذه الشراكة من يعني مثل ما نقول نتائج إن شاء الله نتمنى أنها تعود على المجتمع بنتائج إيجابية واضحة، ولكن حبينا نعرف منك إذا نحن قمنا بهذه الحملة التثقيفية التوعوية الواسعة، هل ممكن أن نعرف منك أهداف هذه الحملة والمحاور اللي بتتناولها؟ نعم طبعا الحملة أختي عم تشتمل على عدة محاور، منها تنمية الوعي المجتمعي بأمراض الكلى، سبل الوقاية منها، تعزيز قيمة مفهوم التبرع بالأعضاء، وايد راح نسلط الضوء على هالموضوع، أهمية لإنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي، تعريف المستشفيات المعتمدة للقيام بزراعة الكلى في دبي. يمكن العديد من الناس ما يعرفون أن ما شاء الله عندنا مستشفيات كفؤ، عندهم كادر كفؤ يقدرون يقومون بهالعمليات، هم حاليا العمليات الأول عفوا المستشفيات المعتمدة هم 3 في دبي، مستشفى دبي، ميديكلينك مستشفى المدينة، ومستشفى جيلة تخصصي للأطفال. كذلك طبعا تسليط الضوء على قدرات هاي المنشآت على إنجاز عمليات زراعة الكلى بنجاح، وراح تسمعون أو تشوفون مثل ما احنا نسميه البيشنت تستيمونيالز أو القصص المنقولة بلسان المرضى نفسهم المستفيدين من الزراعات. عن المساهمة في إنقاذ الأرواح من خلال اختيار التسجيل حتى نكون متبرعين بالأعضاء بعد الوفاة في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع اسمه حياة. وسبحان الله أختي آمنة، يعني تخيلي لو الشخص يعني رب العالمين يكتب له ويكون متبرع بالأعضاء بعد وفاته ممكن يساهم في إنقاذ حياة يعني ما يقارب 8 أشخاص. لذلك نحن نحث المجتمع على تثقيف أنفسهم بمبدأ التبرع بالأعضاء، وللشخص الراغب في التبرع
ممكن يسجل في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وقائد المجتمع. نعم أستاذة نجود، طبعا مثل ما ذكرتي أن هذه حملة تثقيفية وتوعوية أهدافها متنوعة واسعة لتثقيف المجتمع. أيضا نحن بدورنا في هيئة الصحة بدبي وبالتعاون معاكم إن شاء الله سنقوم بنشر قصص لنجاحات عمليات قاموا بها من خلال زراعة الكلى إن شاء الله. خلال برنامج صحة وسعادة الأسبوع القادم بنستضيف قصص نجاح مثل ما ذكرتي ملهمة، وممكن تحث الكثير من الأشخاص على أهمية التبرع بالأعضاء وأهمية أنهم يحيون حياة أشخاص بمجرد إذا هم توفوا ممكن أنهم يساعدون أنهم يحيون حياة أشخاص آخرين أو يسهلون حياة أشخاص ممكن قاعدين يعانون الحين. فأيضا نحن نبغى نعرف من أستاذة نجود على أهم الأنشطة والفعاليات اللي تتضمنها أجندة الحملة والفئات المستهدفة من الحملة بشكل عام. نعم أختي، الحملة مستمرة بإذن الله تعالى حتى نهاية هذا الشهر، وأغلب النشاطات عنا راح تكون موضحة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سواء للهيئة أو الجامعة وحتى المستشفيات المشاركة في هالحملة، وحتى عن طريق صراحة المكتب الإعلامي لحكومة دبي اللي نعتبرهم داعمين رئيسيين لهذه الرسالة الإنسانية. التركيز أكثر عنا على المجال التوعوي مثل ما تفضلتي وأهمية التبرع بالأعضاء، فمن خلال هاي الحملة بتعرفون على قصص المرضى، وإذاكم الله خير أنتوا راح تسلطون الضوء عليهم، بيكونوا معاكم ضيوف في حلقاتكم القادمة بإذن الله تعالى عن كيف تمت عملية زراعة الكلى لهم في دبي، تجربتهم، رسالتهم لأسرة المتبرع المتوفي اللي كانوا سبب في إنقاذ حياتهم. وطبعا بيستطيع الجمهور المستمع لكم واللي يعني تابع لقنوات التواصل الاجتماعي التعرف على كل ما يخص أمراض الكلى وطرق التبرع، لأن هيئة الصحة في دبي خصصت صفحة في موقعها اللي هي اليوم العالمي، صفحة باسم اليوم العالمي للكلى، ممكن الشخص يطلع عليها ويجد كل المعلومات المطلوبة. نعم بالضبط أستاذ نجود، دائما مثل ما نقول التعاون بين جهة وجهة أخرى إلا ما يثمر عن نجاحات، يثمر عن مثل ما نقول يوصل للمجتمع، لأن هناك تعاون مثل ما نذكر مشترك وفعال وبيفيد الجميع. قلتي لي هناك أطراف وجهات مشاركة في هذه الحملة، ممكن نذكرها الآن على الهواء أيضا. صحيح، إذا بنتكلم عن الحملة أختي فهي بقيادة طبعا هيئة الصحة بدبي، مشاركة جهات عديدة منها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ميديكليك مستشفى المدينة ومستشفى جيلة التخصصي للأطفال، وبدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونحن كذلك بصدد العمل مع مؤسسات حكومية أخرى قريبا المشاركة إن شاء الله بتسمعون عنهم. بس إذا أنا حابة كذلك أختي أسلط الضوء أن يعني تحديدا البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء، إذا بنتكلم عن الناس الشركاء فيه فهو فعلا برنامج إنساني بحت، وما بتتخيلين أختي آمنة كم في مشاركات ولله الحمد من مؤسسات صحية وغير صحية عديدة، ومن أفراد المجتمع من أصحاب الأيادي البيضاء كلهم يعملون يد بيد لإنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي. فإذا تسمحي لي أنا أذكر بعض الأسامي. بالتأكيد عندنا وقت نذكر هذه الأسامي أستاذة نجود تفضلي. حبيبتي، فمثلا عندك في دبي مثلا بنتكلم عن هالمؤسسات، إذا طبعا بجانب هيئة الصحة والجامعة ووزارة الصحة وقاية المجتمع، عندك في دبي مطارات دبي، إسعاف دبي، الإدارة العامة لإقامة شؤون لجانب دبي، عندك جمارك دبي، شرطة دبي، النيابة العامة في دبي، مؤسسة الجليلة، مؤسسة دبي الإعلام، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عندنا كذلك صحيفة الإمارات اليوم، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وأرجع أقول هاي فقط الجهات في دبي، إذا إحنا بنتكلم على الإمارات عندنا زملاء أبوظبي والإمارات الأخرى يعملون معانا ومع الجميع، وفعلا لما الواحد يشتغل معاهم عن قريب يكتشف كيف الهم الوحيد هو تخفيف معاناة مرضى الفشل العضوي. الكل يشارك في إنجاح هذا البرنامج الإنساني ويعمل بروح الفريق الواحد، وما أظن صراحة كلمات الشكر توفيهم حقهم. نعم أستاذ نجود، طبعا نحن أيضا بدورنا في هيئة الصحة بدبي وبدورنا هنا في إذاعة نور دبي نوجه الشكر الجزيل لكل الشركاء معاكم في هذه الحملة الجميلة اللي تقدمونها، وكذلك مثل ما ذكرتي العمل الإنساني الكبير اللي أنتم تقومون به. هي ليست فقط حملة توعوية تثقيفية، هي حملة إنسانية بحتة لتخفيف آلام أشخاص يعانون مثلا من أمراض مزمنة وأمراض يعني تأثر على سير حياتهم الطبيعية.
صحيح. نعم أستاذ نجود، لو هناك نصيحة حابة تقدمينها لأفراد المجتمع أو كلمة أخيرة توجهينها للأفراد بما يخص اليوم العالمي للكلى. والله اختيامي يمكن النصيحة راح تكون أن الناس ضروري يستقفون عن التبرع بالأعضاء. نحن اليوم لما نجد حد على قائمة الزراعة أو الغسيل ما في لهم حل آخر. لما نحن نستقف بموضوع التبرع بالأعضاء، ممكن أن أكون متبرع بالأعضاء حي أعطي حد قريب يعني مني إذا احتاج الكلية، وممكن لا، ممكن أنا يعني إذا الله اختارني أو كذا أني أنا أسجل، ممكن أن أكون سبب في إنقاذ حياة الآخرين. ضروري أن هالمبدأ الناس يطلعون عليه يقرونه، لأن فعلا ما في حد بيفهم المعاناة هذه إلا الشخص الموجود على قائمة الزراعة. ويمكن نحن الطريقة الوحيدة إن نحن يعني نقدم المساندة إن نحن نكون على الأقل نسجل نكون متبرعين بالأعضاء، وما ندري إذا رب العالمين يكتب هذا الشيء ولا لا، ولكن الواحد عليه يسعى. فيمكن نصيحتي الأخيرة تثقيف نفسنا بهذا الموضوع الإنساني الكبير. مشكورة. لا شكر على واجب. أستاذة نجود، مثل ما نقول لو في كلمة اليوم نقدمها للمستمعين، يمكنكم التوجه، البحث والتثقيف والقراءة أكثر. أنصح نفسي وأنصحكم بالتوجه أو الإلمام بالتبرع بالأعضاء وكيفية القيام به. وكما ذكرتي أيضا أستاذة نجود، هناك تطبيق لهذا البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء اسمه حياة، يمكنكم مجرد الاطلاع، مجرد أنكم أنتوا تشوفون على هذا الموضوع تأخذون فكرة عن هذا الموضوع وتتابعون برنامجنا عشان نذكر القصص اللي بنذكرها اللي ممكن تأثر فيكم وتجعلكم أشخاص قادرين. إذا ما كنتوا تقدرون تبرعون الآن بالأعضاء، تقدرون تتبرعون بالأعضاء بعد وفاتكم. أستاذة نجود، يعني حلقتنا لليوم إن شاء الله بتثمر في الأشخاص، وجهودكم هذه إلا ما لها أثر على المجتمع وعلى الأفراد في زيادة الوعي بموضوع التبرع بالأعضاء. أستاذة نجود عبد العزيز، مدير أول إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في جامعة محمد براشد للطب والعلوم الصحية، أيضا لك منصب أستاذة نجود في التبرع بالأعضاء، يجب علينا الصراحة أن نحن نذكره. أن أنت أستاذة نجود مثل ما نعرف المنسق الوطني للجنة الوطنية لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أيضا، صحيح؟ نعم، ويعني الصراحة يشرفني أن أكون هالشيء، والله يعني أنا جزء صغير اختيامنا من فريق عمل رائع وفريق عمل يسهر الليل عشان الناس هذيلة تصير حياتهم أحسن. فيعني أخجل لما أقول لي أنا يعني منسق وطني، لكن فعليا أنا مثل ما تقولين جزء بسيط من فريق رائع. فكل الشكر والتقدير لهم على تخفيفهم لمعاناة هالناس، والمجتمع إن شاء الله راح يلعب دور وراح يثقف أزيد. مجتمع دولة الإمارات هذا الشيء مو بغريب عليه، مجتمع متسامح ويحب المعطاء ويحب أنه دائما يقدم الخير للجميع. فيعني رايتهم بإذن الله تعالى، ورايتكم أنتم كذلك، لأن أنتم شريك استراتيجي مهم مساعدين في إرسال هذه الرسالة. فشكرا اختيامنا، شكرا على الاستضافة الطيبة. شكرا لك أستاذة نجود عبد العزيز، مدير أول اتصال والعلاقات الخارجية في جامعة محمد براشد، على هذه المشاركة الطيبة وعلى هذا التعاون المثمر مع هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا حبيبي، بس أعزائي المستمعين، بعد هذا اللقاء الجميل مع الأستاذة نجود والشراكة بين هيئة الصحة بدبي وجامعة محمد براشد للطب والعلوم الصحية، بننتقل معاكم لموضوع أيضا يخص الكلى، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، من بين الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي بشكل متميز ونوعي للمرضى والمتعاملين معها، تأتي الخدمات اللي يقدمها قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي، اللي يبذل القائمون عليه من أطباء ومساعدين وكوادر تمريضية وفنية كل ما في وسعهم من أجل راحة المرضى وتقديم ما يفوق توقعاتهم من خدمات. وللحديث عن هذه الخدمات يسرنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة سيمة عبد الله، أخصائي أول أمراض الكلى في مستشفى دبي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة سيمة. صباح النور أستاذة آمنة. يا هلا فيك في برنامج صحة وسعادة. أهلا فيكم، أهلا فيكم، شكرا على
استضافة. شكرا لك دكتورة على وقتك اللي منحتي لنا. دكتورة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للكلى حبينا أن نسلط الضوء على مستشفى دبي وعلى قسم أمراض الكلى في هذا المستشفى من مستوى تجهيزاته وكفاءته والعاملين فيه. أكيد أستاذ آمنة، إحنا اليوم هو اليوم العالمي حق الكلى، أمراض الكلى. عادة كل سنة في ثاني خميس تقريبا في شهر مارس العالم يحتفون بهاي اليوم اللي هو يوم العالمي حق الكلى، وكل سنة تكون الموضوع غير. هالسنة الموضوع عن سد فجوة المعرفة لتحسين رعاية الكلى، يعني هم كل الناس حسوا ان في فجوه بين في المجتمع عن امراض الكلى، فيبون يسدون هالفجوه. في لان امراض الكلى امراض منتشره وواسعه، فهو تقريبا شخص من بين 10 اشخاص يعانون من امراض الكلى، وفي المراحل الخمسه اللي هو موجوده من مرحله واحده لمرحله خامسه. وإذا هالأمراض تركت بدون علاج ممكن تكون مميتة، فوايد مهم تثقيف المجتمع حق هالأمراض. نعم دكتورة سيمة، دائما نسمع عن أمراض الكلى بأنها أمراض تعتبر صامتة، يعني المريض ما يحس أنه أصلا مريض كلى ولا يعرف أنه مريض كلى إلا في وقت متأخر، فكيف ممكن دكتورة سيمة عن طريقكم، عن طريق هيئة الصحة في دبي والحملات التثقيفية اللي تقومون فيها، توعون المجتمع بأهمية مثلا الكشف المبكر، الأعراض اللي ممكن تقول أن هذا الشخص مصاب بأمراض الكلى؟ صحيح، هو التثقيف الصحي أهم شيء عشان نقدر يعني نقدر نشخص المرضى في مراحل بدائية، عشان بعدين نقدر نتجنب مضاعفات الكلى وتطور المرض حق لين المراحل المتقدمة واحتياجهم للغسيل. إذا إحنا قدرنا نشخص المرضى في المراحل البدائية نقدر نساعد وايد ناس، نساعد المجتمع عشان ما يوصلون لهالمرحلة. أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى الفشل الكلوي إحنا نعرفه اللي هو أمراض السكر وضغط الدم، فإذا إحنا قدرنا نسيطر على هالمرضين ممكن إحنا نقدر نسيطر على المرض. والتشخيص أهم شيء، إحنا عندنا عيادات مختلفة والتشخيص يكون وايد سهل، شيء بسيط، ممكن تحاليل دم بسيطة وتحليل البول بسيط ممكن نعرف إن المريض يعاني من أمراض الكلى، خصوصاً إذا عنده أمراض مزمنة مثل السكر، مثل ضغط الدم، مثل أمراض القلب. المرضى اللي يعني ممكن يكون عندهم أشياء ثانية، ممكن عندهم تاريخ عائلي في أمراض الكلى، حتى هالفئة لازم يعني يكون يسوون تحاليل دورية عشان يتأكدون إن ما عندهم ما أصابوا بأمراض الكلى. نعم كذلك مثل ما نقول دكتورة سيمة، حبينا نعرف منك شو الجديد في طرق التشخيص والعلاج الخاصة بأمراض الكلى في مستشفى دبي؟ الحين تقريبا الأشياء اللي احنا نعتمد عليها أكثر شيء تحاليل دم، ممكن نحتاج حق أشعات عشان نشخص أمراض الكلى، وبعدين في بعض المرضى اللي هم عندهم التهابات في الكبيبات يحتاجون ممكن وخزة من الكلى، عشان الوخزة نحتاج ان يدخلون المستشفى وناخذ عينة من الكلى، وهي العينة نشوفها ونشوف شو العلاج، وتقريبا هاي يعني اكثر شيء التحاليل اللي احنا نحتاجها حق تشخيص الكلى. نعم كذلك نحن اليوم دكتورة سيمة تكلمنا في برنامج صحة وسعادة عن التبرع بالأعضاء، وأن مستشفى دبي أحد الشركاء الرئيسيين مع جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية في التثقيف، وكذلك مستشفى دبي يقوم بعمليات زراعة للكلى ناجحة، وشهدت أنا طبعا أحد يعني عام 2020 نجاح عملية كبيرة للكلى كانت تغطيها هيئة الصحة بدبي في مؤتمر صحفي. فهل مستشفى دبي على مثل ما نقول مستوى عالي من التجهيزات والاستعداد لمثل هذه العمليات؟ يعني نوعية الخدمات اللي يقدمها قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي، دكتورة سيمة لو تحدثينا أكثر عن هذا الموضوع.
طبعا احنا بدأنا الزراعة في 2019، بس عشان جائحة كورونا تقريبا وقفنا، بس الحين ان شاء الله نبغي نرجع نشاطنا حق هالشيء المهم. احنا تقريبا نشجع كل المرضى اللي عندهم كلى وهم خلاص واصلين للمرحلة الرابعة والخامسة ان يسوون زراعة، لان الزراعة يعتبر يعني حل احسن حق الناس اللي يعانون من هالمرض، لأن بيكونون بيعيشون حياة طبيعية، وحتى يعني حتى يعني ممكن ما بيحتاجون غسيل، بس لازم يأخذون أدوية مكملة دائما. فإحنا في الوقت الحالي نقوم بدراسة الحالات الموجودة عندنا سواء كانوا على الغسيل أو في المراحل المتقدمة من المرض اللي يحتاجون زراعة كلى، وتتم اختيار هالحالات المناسبة اللي مثلا ما عندهم أمراض مزمنة، اللي ما عندهم بسم الله عليهم سرطان، اللي ما عندهم التهابات مزمنة، اللي يكونون مناسبين حق الزراعة، وقاعدين في الوقت الحالي نسوي لهم التحاليل عشان يكونون جاهزين، عشان إذا كان في متبرع مثل ما تعرفون الحين إحنا في تعاون بيننا وبين جمعية نقل الأعضاء المحلية في الإمارات اللي هو National Community for Organ Transplant، عشان مستشفى دبي واحدة من هالمستشفيات. فإن شاء الله إذا كانت الحالات يعني مناسبة أكيد إن شاء الله بنقوم بهالعملية إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أيضا دكتورة سيما، نحن دائما نسمع عن مثل ما يقولون المشكلات الصحية المتعلقة بالكلى، كيف ممكن نحن كأفراد عاديين كأشخاص في المجتمع كيف ممكن نتفادى هذه المشكلات الصحية؟ مثل ما يقولون دائما الوقاية خير من العلاج، كيف ممكن أقي نفسي وعائلتي؟ هل في هناك يعني مثل ما يقولون عادات نحن نتبعها دكتورة، أو سلوكيات نقوم بها، يعني عادات غذائية قصدي، أو أشياء نقوم بها ممكن تؤدي لمشكلات صحية خاصة بالكلى؟ صحيح، يعني هالأشياء وايد مهمة. إحنا ما لازم بس نركز على توعية المجتمع حق أمراض الكلى في بس يوم الكلى العالمي، بس لازم طول السنة نسوي هالشيء، وإن شاء الله بنحتاج مساعدتكم لهالشيء. فالأشياء المهمة حق هالشيء إن حق الفئة المجتمعية دائما نقول لهم شرب الماء والاستغناء عن المشروبات الطاقة والغازية والمشروبات الغازية والعصائر المحلى، هاي وايد مهمة، لأن نشوف الحين الشباب يعني صاروا أحيانا ما يشربون ماء ويقولون لا خلاص شربنا أشياء ثانية. لا، ما نقدر نستغنى عن الماء إذا شربنا أشياء ثانية، إذا شربنا مثلا عصائر. الغذاء الصحي أستاذة آمنة وايد مهم، وتقليل نسبة الملح والدهون في الطعام، تجنب المسكنات. المسكنات واحد من الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل في الكلى. يعني إحنا عندنا عفوا دكتورة، يعني على هذا الموضوع هناك رسالة تقول إن هل صحيح، أحد المستمعين يقول هل صحيح إن إذا تناولت فيتامين سي اللي هو الأقراص فيتامين سي في الماء يجب أن أتناول الكثير من الماء بعده لأنه ممكن يأثر على الكلى؟ صحيح، في بعض الناس يعني عندهم أنواع من الحصى في الكلى، فممكن فيتامين سي إذا هو قاعد يستخدمها بشكل يومي وعلى طول ممكن تؤدي إلى هالأمراض. فإحنا ما نشجع المجتمع أن يستخدمون، ممكن يستخدمون فيتامين سي اللي موجودة في الفواكه والخضروات يعني بدل ما يستخدمون الدواء، عرفتي؟ نعم، معلومة جميلة والله أستاذة دكتورة سيمة. يعني مثلا إحنا عندنا في العائلة يعني الحصوات حصل كلى يعني موضوع وراثي، فممكن نحن ننبه الأهل عندنا أن مو لأن الجائحة ونحن تعودنا على فيتامين سي تم ناخذه دائما. يعني حتى على المستوى الشخصي ممكن يعني أنا كشخص الحين إذا سمعت هذه المعلومة أستفيد منها، وكذلك المستمعة الكريمة اللي سألت هذا السؤال. صحيح، الغذاء الصحي شيء ثاني اللي وايد مهم. يعني مثل ما قلنا عدم أخذ الأغذية اللي هي مشبعة بالدهون والملوحة، يعني والنوم بالقدر الكافي. دائما أقول حق المرضى اللي يوني في العيادة لازم تنامون عدل، لازم تنامون عدل. حتى يأثر على الكلى دكتورة النوم؟ أكيد أكيد أكيد، النوم خصوصا الفترة الليلية، يعني لازم الإنسان ينام بالقدر الكافي في فترة الليل. كذلك يعني دكتورة نحن حابين نعرف منك يعني مستشفى دبي، نحن نعرف أنه مستشفى عريق له أكيد تقنيات حديثة، هل تستخدمون في علاج الكلى دكتورة تقنيات حديثة ومتطورة أيضا؟ تقنيات
التقنيات اللي نستخدمها الحمد لله، يعني احنا الحمد لله المكاين والحق الغسيل تقريبا على اخر يعني اخر تقريبا التقنيات يعني موجودة. غير هذا نسوي غسيل البطيء في حق الأشخاص اللي ما يكونون يعني ما يكونون مناسبين للغسيل العادي، ضغطهم يكون نازل، يعانون من أمراض القلب. غير هذا نسوي إحنا البلازما، عملية البلازما اللي هو تفصيل البلازما حق المرضى اللي يحتاجونها، اللي يعانون من أمراض مناعية أو رفض كلى. فالحمد لله يعني إحنا تقريبا يعني نسوي أشياء يعني متطورة الحمد لله رب العالمين. غير هذا كان في عملية التوصيل الشرياني اللي نسويه حق المرضى، الحين أن التداخل يعني عن طريق التداخل بدون تداخل جراحي، يعني يسوونه في مستشفى دبي في قسم التداخل الأوعية الدموية. هذا بعد شيء زين حق المرضى اللي يعانون من أمراض الكلى اللي يحتاجون غسيل في المستقبل يعني. نعم أستاذ، مثل ما نقول دكتورة سيمة، هل عندك نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين قبل ما نختم برنامج صحة وسعادة بمناسبة اليوم العالمي للكلى؟ هو النصيحة يعني أهم شيء الحين إحنا لازم نركز على التوعية حق المجتمع. المجتمع ككل مسؤول عن هالمرض، يعني إحنا كأطباء كممرضين ككوادر في المستشفى، يعني كل الناس تكون مسؤولة، حتى المرضى اللي عندهم أمراض كلى يعني هم بعد مسؤولين. فدائما نقول لهم إن لازم ننصحهم باتباع عادات صحية، عدم التدخين. الناس اللي يكون عندهم أمراض مزمنة لازم يتابعون، لازم يكون في متابعة عند الأطباء عشان يشخصونهم إذا كان عندهم أمراض كلى، لأن هل مجموعة ممكن يستوي لهم تدهور في وظائف الكلى أسرع من غيرهم. مثل ما قلنا عدم استعمال المسكنات الضارة والمحافظة على الوزن المثالي وممارسة الرياضة وايد مهمة. ونقول حق فئة الشباب عدم أخذ يعني البروتينات لتنشيط العضلات، ودائما يعني ننصح الناس إن ما يجرون وراء الإعلانات. أحيانا الإعلانات ما تكون صحيحة، حق نزول الوزن ممكن يستخدمون أعشاب، ممكن هاي تكون يعني مضرة على الكلى. فتقريبا هالأشياء اللي إحنا ننصح في المجتمع. نعم بالتأكيد دكتورة سيمة، النصائح اللي قدمتيها نصائح جميلة ومثل ما نقول مثمرة بمناسبة مثل ما قلنا اليوم العالمي للكلى. كل الحملات التثقيفية ستصب إن شاء الله في محلها لتثقيف أفراد المجتمع. دكتورة سيمة عبد الله، أخصائي أول قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي في هيئة الصحة بدبي، أشكر لك وقتك الثمين أولا اللي منحتي لي برنامج صحة وسعادة وعلى هذه المشاركة الطيبة. شكرا لك. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقتنا لليوم أشكر لكم حسن متابعتكم، آملة أن نكون دائما عند حسن ظنكم، وشكر الجزيل طبعا لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي كان اليوم معنا في الإخراج مخرجنا محمد عدنان، وكذلك كانت معنا اليوم في التنسيق والمتابعة إسراء الهاشمي، وكنت معاكم اليوم خلال تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي. أعزائي المستمعين، قبل ما أختم البرنامج، بما أننا نحن في شهر القراءة، أنصحكم أنكم تتجهون لأقرب مكتبة عندكم إذا كنتوا أمهات وتحبون تقرون، إذا تحبون الكتب الخفيفة، الكتب اللي ما فيها يعني كلام مثل ما نقول زايد ولكن فيها فايدة كبيرة، أنصحكم باقتناء يعني كتاب بعنوان الأم السعيدة، ممكن يغير من مفهومكم، ممكن يساعدكم، ممكن أنه يقلل من الضغوط اللي تواجهونها كأمهات. اقتنوا الكتب الخاصة بالتربية، الكتب اللي ممكن تحسن من حياتكم شوي، ابتعادنا عن الأجهزة الإلكترونية شوي، الفصلة هاي بين التقنيات وبين التلفزيون
وبين الحياة العملية ممكن يأثر بشكل جميل على الصحة النفسية. فأعزائي المستمعين أتمنى منكم أنكم يعني تحاولون تخصصون مجرد لو نقول ربع ساعة في يومكم للقراءة، وأتمنى أن تصبح عادة لديكم أيضا. أعزائي المستمعين، أوجه الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك أوجه الشكر لكم لاستماعكم لبرنامج صحة وسعادة خلال هذه الساعة، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.